لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل. أهلا بكم سيدي. سيد مصطفى، هل تسمعني؟ نعم أسمعكم. أهلا بك. حياكم الله. ما مدى أهمية تقرير البعثة الأوروبية من حيث المضمون والتوقيت، خاصة وأنها سلطت الضوء على عدد من التجاوزات القانونية والسياسية والمعايير الدولية لإجراء الانتخابات الديمقراطية؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. هذا التقرير يأتي في ظل الصراع السياسي المحتدم بين أقطاب العملية السياسية الاحتلالية في العراق، وهو يؤكد ما كانت كل القوى السياسية المناهضة للعملية السياسية المزعومة في العراق تعلنه بشكل صريح منذ بدء هذا المشروع السياسي الاحتلالي الذي ترعاه دولتا الاحتلال المباشر للعراق وهما الولايات المتحدة وإيران. وبالتالي فإن بالتأكيد أن انتخابات تحتوي على هذا القدر من التزوير والتلاعب والترهيب والمقاطعة وعدم مطابقتها للمعايير الدولية المعتمدة في العمليات الانتخابية، لا يمكن أن تكون هذه العملية مقبولة من المجتمع الدولي. كيف تقرأ هذا التناقض في الموقف الأوروبي عموما من حيث الاعتراف بحكومة عادل عبد المهدي من جهة وعدم اعتراف البعثة الأوروبية بالمسار الانتخابي وقانونيته وهو الذي أنجب هذه الحكومة؟ أنا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي كما دول العالم الأخرى التي تعرف هذه الحقائق بشكل جيد، وأيضا الحكومات الأقطار العربية الشقيقة للعراق يفترض، أنا أعتقد أنها تواصل دفن رأسها في الرمال، فهي من جهة تتعامل مع هذا النظام القائم في العراق، ومن جهة أخرى تعترف أنه جاء بعملية انتخابية مزورة في جميع مراحلها وفي كل مفاصلها. ومن هنا فإن على دول الاتحاد الأوروبي وعلى دول العالم وعلى الأقطار العربية أن يعني خصوصا تلك التي الجهات الدولية التي ترفع شعارات الديمقراطية والعدالة أن تعمل على تأسيس عملية سياسية وطنية أو ترعى قيام عملية سياسية وطنية في العراق. أما استمرار دفن الرأس في الرمال والتعامل بازدواجية مع النظام المتحكم بالعراق هذا أمر غير مقبول. هذه العملية السياسية الوطنية المطلوبة يجب أن تكون حقيقة قائمة على أسس ديمقراطية تتناسب والمعايير الدولية، ويعني بغير هذا فإن عملية الازدواجية قائمة وأيضا مستنكرة من الجميع. في هذا السياق يتساءل البعض عن جدوى الاعتراف الأممي والأوروبي والدولي عموما بالحكومة الحالية رغم ما يصفونه بعدم شرعيتها، وذلك بالتأكيد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصفهم بمجموعة من اللصوص. كيف يفسر الواقع انطلاقا من المعطيات والتصريحات الإعلامية التي لا تتناسق بالنهاية مع المواقف المعلنة للدول؟ هذه الدول للأسف رغم رفعها لشعارات الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان والمشاركة الشعبية فإنها تتعامل مع النظام أو العصابة المتحكمة بالعراق على وجه التحديد بحكم الأمر الواقع، وحكم الأمر الواقع ليس بالضرورة أن يكون هو الحقيقة، لكن عندما يتغير القرار الدولي أو اتجاه القرار الدولي إلى حد إسقاط هذه السلطة المتحكمة بالعراق أو على الأقل عدم الاعتراف بها تمهيدا لإسقاطها، سنجد حينها كل هؤلاء يهرولون لإثبات عدم شرعية هذه الحكومة وسحب الاعتراف منها. المطلوب الآن من هذه الجهات ومن هذه الدول وتحديدا من دول الاتحاد الأوروبي التي لم تشترك في غزو العراق ولم تساهم في احتلاله، مطلوب منها أن تترجم هذا التقرير وما ورد فيه وهذا الاعتراف الواضح بالفساد الكامل
والبطلان الكامل للعملية الانتخابية في العراق قبل الانتخابات وأثنائها وبعدها. شكرا جزيلا لك رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.